وللحديث عن قطع خدمة الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. سيد مصطفى، مرحبا بكم. بعد أن قطعت حكومة العبادي خدمة الإنترنت في العراق، لكن هل تعتقد أنها يمكن حجب الحقيقة للرأي العام العالمي سيد مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. الولايات المتحدة الأمريكية عندما غزت العراق غزته مدفوعة بكذبتين كبيرتين. الكذبة الأولى هي كذبة أسلحة الدمار الشامل، وهذه قد افتضح زيفها بشكل كامل، حيث تأكد للعالم أجمع عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق. الكذبة الثانية هي جلب الديمقراطية إلى العراق. كل الممارسات التي مارستها سلطات الاحتلال والسلطات العميلة التي نصبتها قوات الاحتلال منذ غزو العراق عام 2003 تؤكد عدم مصداقية جلب الديمقراطية إلى العراق. هذه الشاهد الأخير الذي حدث قبل أيام من حيث قطع الاتصالات وتحجيم الاتصالات وقطع خدمة الانترنت بشكل نهائي عن عموم العراق يؤكد مساعي هذا النظام الفاسد لتكميم الأفواه ومنع إيصال الحقيقة إلى العالم. لكن الحقيقة أن شعب العراق تمكن من توثيق الكثير من هذه الممارسات الإجرامية التي قامت بها سلطات العميلة لأجل كبت وكتم الأصوات، لأجل تحجيم انتفاضة الشعب الثائر في جنوب العراق الذي يطالب بحقوقه ويطالب بأبسط حقوق الإنسان من حيث ماء صافي صالح للشرب وكهرباء تمكنه من مواجهة المستلزمات تلبية المستلزمات المعيشية الاعتيادية ومصدر رزق لمواطنيه. طيب سيد مصطفى، الحكومة يعني تؤكد من خلال إعلامها أنها تتعامل بسلمية وحضارية مع المتظاهرين. مسألة حجب الإنترنت خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، هل الحكومة تخشى من شيء ما سيد مصطفى؟ هذا يؤكد حجب الاتصالات يؤكد أن هذه السلطة لا تتعامل مع المتظاهرين بشكل سلمي وبشكل ملتزم بحقوق الإنسان كما تدعي. لو كانت تتعامل بشكل حضاري وسلمي لما خشيت شيئا، وبالتالي فإن هذه كما قلت يعني هذه الممارسة تفضح ثرية جلب الديمقراطية إلى العراق وتفضح حتى ثرية يعني الدستور، الالتزام بالدستور نصوص الدستور المعمول به حاليا في العراق والذي وضعه المحتل وعملاءه بأنفسهم كان يؤكد على ضرورة أو على حرية الاتصالات وعدم حجبها. سيد مصطفى، في حين أن النظام يمارس تكميم الأفواه ويواجه الحقيقة، يعني ثورة الشعب الثائر بشكل سلمي يواجهها بالحديد والنار. واتضحت الآن بعض الصور والأفلام بدأت تصل من الداخل العراقي وتخرج إلى العالم عن هذه الممارسات الإجرامية لقوات سوات. مثلا رأيت قبل هذا الصباح أن سيارات تابعة لقوات سوات الفرقة القذرة تقوم بدهس المواطنين بشكل عشوائي ومتعمد في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى في جنوب العراق. من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.